بترقص في الشارع يا ابني. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ احنا اللي خلصنا منهم مش هم اللي خلصوا مننا. احنا راجعين المدرسة عشان نشوف صحابنا، راجعين لأيام الفسح والرحلات من غير أهالينا، احنا راجعين لتعذيب المدرسين. أنا لما ببص في وش كل واحد فيكم بحس إن الأجازة نسيتكم احنا مين وراجعين ليه. احنا راجعين للمدرسة، يعني أيام المجد. بصراحة الرجوع للمدارس راحة لبنيتا، ورجعنا للمدرسة.